الرئيس سيسي يستقبل وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين. سامح شكري يؤكد للوفد الأمريكي حتمية التواصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار بغزة. الرابع عشر من يناير فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2024. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 44 جندياً في معارك غزة خلال 24 ساعة. محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة بالدوري الإنجليزي قبل كان 2023.